السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم الآن منطلق من استراحتنا في الدرب إلى القحمة. علامة الصياد بالفطرة كان معي قارب ورحلات صيد وشغل، ولكن من تهوري ما عاد أحد ينزل معي البحر. واحدة من التكنيكات اللي أحبها ودي الناس يطبقونها جماعة الخير، لما الحين بروح أزور زميل لي في القحمة بمر الصباح، بالطبع لو جيته يمكن يروح يتكلف وياخذ فطور وكذا، لا لا لا، انا اتصل عليه اقول له ترني جاي اشرب معك شاهي وترمي فطور خفيف قد اخذته، نفطر هناك سوا، فما احرجه، وفطوري اللي بفطره معي، بروح لواحد وقت الغداء اخذ معي غداء، ايش المشكله؟ خذ معك دجاج، خذ معك رز، خذ معك عصيد مرق، خبز، عادي عندي غداء متغدى انا وياك وانتهى الموضوع. تفكهم الحرج، بتزور ابوك بتزور امك جيب غداك معك، بتزور اخوك جيب غداك ولا عشاك معك، نبغاها تكون قاعده، اللي يجي هو اللي يجيب الحاجات معه، واللي جالس في البيت ما عليه هذا الشيء، ليه؟ لان الطرف الثاني بينحرج، يعني اكيد بانه يروح يتكلف ويشتري بلف بلفين وبيذبح خروف وبيصلح، يعني احراجا له واحراجا لك، لكن لما تكون انت اللي جبتها انت عارف بقدر نفسك، وان القدر ليس في البطون، وانك يعني انت جاي محبه فيه تبغى السالفه معه، ما انت جاي جيعان ولا في بيتك ما في اكل ولا حين جاي من مجاعه ولا في العصر الحجري اللي زمان ما في مطاعم وجاي لك 5 أيام ما اكلت وهو يبغى ياكل عياله بيروح يذبح لك ولعياله وحنا في مجاعه غير عاديه، لا 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 لا، انا جاي اسولف معك يا اخي، وماني جاي اخذ شويه امراض ضغط وسكر وكوليسترول المصايب الموجوده الان في الساحه بسبب الاكل الغير صحي اللي قاعدين ناكله. هذه الفكره اللي ابغى اوصلها للناس، انه يا جماعه انت جيب الاكل الصحي اللي تبغاه، جيب زبادي، جيب خضار، جيب اي شيء تحبه وروح لزميلك، ايش المشكله؟ يعني خليك انت المضيف وانت في بيته، هذه قمه الاخوه والسعاده والصحبه الصالحه، وحاول اكل يكون صحي.